ديال الجمعيه الاهداف ديالها كلهم الباقين من لي فالور ديال لي ساتو ليسونس ميم ديال الجمعيه هي المحافظه على هذا التراث. الجمعيه ديالنا ما كتقومش بلورغانيزاسيون ديال ليفينمون اللي كتبيع فيهم لي تيكي التذاكر، ولكن جميع الاعمال اللي غادي يمكن لهم نسو كارديهم هاد لار الجمعيه سانسكري دون لا كومباني لي ارتيست لا كومباني لي شيرشور اي انكوراج لي جون ميوزيسيان اي اون في شاك ايفينمون ا جوستمون دوني لا شانس ا تو ميلومان تو ميوزيسيان تو شيرشور تو ارتيست de faire prévaloir ses compétences. Maradish nous parlera avec les objectifs, vous aurez ça dans le dossier de presse, mais les plus importants pour moi, la valeur de l'Jmaïa, c'est l'Ihtiram. Riyam, l'Ikat Jmaïna, ka Ashkhas, ka Muslimin, ka Mouhibin, l'Ala. Quand il y a un Nawahid Sid, il y a un Kraou l'Ala, quand il y a un Kraou l'Ala, sauf que 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 l'Ala, لأن الآلة الأندلسية سي لو سوكل ديال المديح سي لو سوكل ديال الفن دونك سي تانا انكونتورنابل ميمكنش واحد يبغي الآلة ميبغيش الملحون وميبغيش الإبداع دونك كاين واحد الميول الشامل اللي كيبدا لو بوان دو ديبار هو الآلة الأندلسية دونك لي زوبجيكتيف ماجور هما جوستومون سوفكاردي سي تار التلقين ديالو لأن عندنا دي سيونس دابخانتيساج اللي كتكون هنا بدار الآلة ما غاديش ندوز لي زاكتيفيتي اللي دار الآلة انا عيط لمنير السفري وينا ابراهيم السمعي سوى الموسيقى الاندلسيه لانه هو اللي كيشرف على لي زاكتيفيتي ديال دار الاله باش يعطينا واحد الفكره على لي زاكتيفيتي مقام انه في 2010 تعز باش تشري واحد المنزل تقتني واحد المنزل وهذاك كان هو المنزل الاول وخديناه باش درنا واحد المقام ورسعينا باش نديرو فيه واحد المتحف لانه كان عندنا الجمعيه كان عندها واحد الرصيد بين بعض الالات وبعض المخطوطات ديال الموسيقى الاندلسيه وكان خصنا واحد المقر فاش نجمعوا هاد الشيء ونبينوه وما يضيعش وخصكم تعرفوا واحد المساله لانه كل اله موسيقيه كانت في حوزه معلم من المعلمين ولا من مشاهير الموسيقى الاندلسيه على سبيل المثال الرباب ديال مولاي احمد الكيبي كمان ديال كمان ديال سيدي عمر الجعيدي والى والمخطوطات المخطوط ديال مصانو المخطوطات هما اللي فيهم الاشعار والمخطوطات يمكنكم تشوفوها من بعد هذاك ضاقت علينا الدار شويه وخدينا هذا المنزل بعد 2014 سنين من بعد ودرنا واحد الفضاء باش هذا الفضاء هذا كل يوم في الاسبوع كتكون فيه واحد الانشطه ثقافيه يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء كيكون عندنا دائما هنا واحد الدرس ديال الموسيقى الاندلسيه كنعيطو لهم حنا لي كورال تيجيو لي كورال كيتعلموا الموسيقى الاندلسيه ومن الخميس تيكون عندنا وهو معنا المجموعه ديال دار الاله كيكون عندنا دائما هذه المسائل اللي وقع التنظيم ديالها وهو اللي جاء اللي فيما يخص التسيير ديال الجمعية ما بقاش نكتب بوردو تيسير وما بقاش واحد ولا جوج ولا اربعه هما اللي تيسيروا ولات المجموعة اللي تتسير وملي تناخذوا واحد الميدان دار الآلة فيها واحد ليكيب اللي تتسير ملي تناخذوا الكوميونيكاسيون ليكيب تتسير الاندلسيات كاين ايكيب تتسير لابونتيساج كاين اون ايكيب اذا كلا واحد ليسبري ديكيب اللي ما كانش شحال هذا هذه النقطة الأولى هذا التنظيم هذا تمدد دونك سيليا كيتي الشام pour aller s'installer en Andalousie et a commencé par créer cette nouvelle art de vivre qui s'appelle la musique andalouse. Donc l'objectif d'Enna Lyon étant de continuer cette feuille de route et de protéger cette musique andalouse qui fait certainement l'objet de plusieurs convoitises au niveau international ou au niveau local. Mais pour la protéger, naturellement, une stratégie. Pour ça, nous sommes aujourd'hui organisés comme une entreprise avec naturellement une stratégie, une vision, pardon, une stratégie, des moyens et des objectifs que nous mettons en place. Les objectifs, naturellement, pour asseoir cette vision et pouvoir protéger cette musique andalouse, c'est Allah, Allah, ya Allah.
بكره.